السلام عليكم. بدأنا المحاضرة السابقة أخذنا introduction عن أو مقدمة عن الجيت هاب كوبايلوت، وعرفنا إيه هو الجيت هاب كوبايلوت وأهم مزاياه وهيفيدنا في إيه في الحياة. المحاضرة اليوم إن شاء الله بنتكلم عن إزاي نبدأ نعمل سبسكرايب أو نبدأ نشترك في خدمة الكوبايلوت، وهنطبق أول مثال عن الانتليجنت. لو ما حضرتش المحاضرة السابقة ياريت ترجع لها مرة تانية، لأنها فيها كتير من المفاهيم والمصطلحات اللي هتساعدك في استكمال المحاضرات او السيشنز اللي هنتكلم فيها. فياريت ترجع للمحاضرة السابقة وتفهمها كويس، وهي نظري ولكن هتفرق معاك كتير جدا في استخدام الجيت هاب كوبايلوت. في البداية لازم يكون عندك حاجتين. في مثال النهاردة لازم يكون عندك الانتلجي، والانتلجي ده احد الاي ديز اللي بنستخدمها في كتابة التطبيقات الجافا وغيرها، وده من أشهر التطبيقات الانتاجية. ويكون عندك، يفضل يكون عندك حساب على الجيت هاب. طيب عشان يبقى عندك حساب على الجيت هاب، المفروض انت بتسجل دخول، او لو ما عندكش حساب بتعمل ساين اب وتبدأ تضيف الايميل بتاعك مثلا. هات جيميل مثلا، ده حسابي مثلا، ونبدأ نسجل بالحساب ده ونعمل باسورد وابدأ أفيريفاي الأكونت. لو عندي حساب، أنا عملت لوجين أهو، دخلت وإداني البروفايل بتاعي زي كده. فأول حاجة المفروض إن احنا بندخل على حساب الكوبايلوت، وهنا الكوبايلوت المفروض انت بتعمل سبسكرايب لو انت مش مشترك وبتشترك في الكوبايلوت. وهنا بتقدر تسأله أسئلة زي الشات جي بي تي عادي جدا، ولكن هو هنا متخصص بس في السوفت وير اندستري زي ما اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت. بعد ما عملنا لوجن للجيت هاب، هنلاقي بتاعنا الجيت هاب بتاعنا اهو، ادي اسم الجيت هاب واسم الورك سبيس بتاعتك. وهنا دي مشاريع. ايه هو الجيت هاب للناس اللي مش فاهمه يعني ايه جيت هاب؟ زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، الجيت هاب عباره عن سورس كنترول بلاتفورم. هو مكان بقدر ارفع عليه شغلي، اشير اي ملفات واي سورس عندي. فبلاقي عندي مثلا المشاريع بتاعتي عندي، لو في باكجز، لو عندي مشاريع لحد تاني اضفتها عندي، دي كلها مشاريع. ممكن ادخل على الريبوزيتوريز هنا، المخازن، مخازن المشاريع. مجرد ما دخلت هنا على مخازن المشاريع، هلاقي كل مشاريعي هنا اللي انا اشتغلت عليها، سواء على البي سي دوت او على لابتوب تاني وكده. فببدأ ان انا الاقي كل المشاريع موجودة، بختار مثلا مشروع من المشاريع بتاعتي دي مثلا زي كده. ومجرد ما دخلت هلاقي السورس بتاعي، كل ملفاتي، كل الدوكيمنتس، كل ملفات المشروع هتلاقي موجودة هنا. هلاقي عندي اكتر من برانش. البرنش ده يعني نسخة تانية من المشروع. ممكن مثلا يكون عندي مثلا مشروع، فبالتالي عندي نسخة بعمل عليها شغل، واحيانا بحب محتاج ان انا احدث او اضيف فيتشرز زيادة في المشروع. فعشان احافظ على السورس ده زي ما هو، ببدأ اعمل برنش تاني، اعدل عليه واجرب واشتغل. اذا الدنيا تمام بعمل ميرج بين البرنش الرئيسي المين والفرعي ده، او ان انا لا بخلي هو الفرع بقى هو الاساس لان الرئيسي مثلا حصل فيه مشكله وهكذا. فبالتالي عندي لكل ملفاتي، اقدر اشير الملفات دي على اي لابتوب تاني، على اي جهاز تاني لو جهازي فيه مشكله. فبالتالي انا حافظت على السورس بتاعي في مكان، بدل ما احطه على الهارد ديسك او على سي دي او غيره، لا انا برفع شغلي على الكلاود، وبالتالي اقدر استخدمه في اي وقت في اي مكان. كمان بيفيدنا في التيم وورك، يعني انا لو اكتر من شخص شغال على نفس المشروع، فكلهم بيبقى عندهم اكسس للريبوزيتوري دي، وبالتالي كل واحد يشتغل فبينزل شغله هنا، وبالتالي احنا جمعنا يعني قدرنا نجمع شغل التيم وورك في مكان واحد. طبعا فيها تاجز، فيها بوش وبول، اقدر اعمل فورك لنسخه تانية من لشغل حد تاني، اقدر اقيم المشروع بتاعي، وفيها اقدر اعمل دوكيومنتيشن كمان، احط دوكيومنتيشن للمشروع بحيث ان التيم بتاعنا يبقى عارفين احنا عملنا ايه واشتغلنا ايه، وصف المشروع ده بشكل عام. ده فكره الجيت هاب. تخيل بقى ان في ملايين من المبرمجين المحترفين في العالم كله
حاطط شغله هنا وكاتب برامج هنا وكاتب السورس بتاعه هنا. مايكروسوفت استغلت الفرصة دي وبدأت تعمل ايه؟ بدأت تبني، خلت الجيت هاب ده هو الديتا موديل او مصدر البيانات او البيانات الضخمة اللي اعتمد عليها الكوبايلوت. زي ما اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت قلنا ان الاي اي هو بيعتمد على البيانات الضخمة اللي متوفرة عندنا، وبالتالي بدأت مايكروسوفت تاخد البيانات الضخمة دي وتعمل لها موديلنج وليرنينج وتعليم، وقدر عن طريق توفر الحجم البيانات الضخمة دي من استخدام او انشاء برامج الاي اي او الموديل اللي اتبنى عليه الجيت هاب كوبايلوت. نرجع للكوبايلوت بشكل عام. الكوبايلوت هنا في مجموعة من الدوكيومنتيشن منزلها الجيت هاب ممكن تساعدنا في فهم شوية يعني الكوبايلوت بشكل عام. هنلاقي مثلا مدينا اكزامبلز ان انت قاعد بتكلمه هنا، بتكتب كومنتس، بتكلمه في شويه حاجات، هو بيديك اكسبلانيشن، بيديك مثلا ادي طبعا احصائيات توفير في الوقت والبرودكتيفيتي والساتسفاكشن اللي اتكلمنا برضو عليهم المحاضره اللي فاتت، وعدد الشركات اللي استخدمت الجيت هاب كوبايلوت. هنلاقي امثله كامله عن الموضوع، تقدر يعني كريفرنس كويس جدا هيفيدك. مش ده اللي يهمنا النهارده، اللي يهمنا ازاي نبدا ناكسس. طبعا دي اسعاره $10 للشخص العادي، و بيديك هو شهر فري تجرب الجيت هاب، تقدر تستغل الشهر ده تفهم وتتعلم كويس فيه خلال شهر، وتبدا بعد كده تاخد قرار. الشركات ممكن تشتري انتربرايز سوليوشن مثلا، في فيتشرز اكتر وفي كمان بتستخدم على مستوى الاورجانيزيشن. طيب انا محتاج بقى ان انا اربط على الجيت هاب كوبايلوت مجرد ما انا عملت سبسكرايب وعملت جيت ستارت وابدا اشتغل، فهيبدا ايه يقول لي ادفع مثلا او حط بيانات السبسكريبشن، ودي الاي ديز اللي حاليا متسبورتيف باي الجيت هاب كوبايلوت. يبدا يقول لك اشتغل وخد الفيرجن اللي انت محتاجه ويديك شهر فري في البدايه زي ما كده. طب نرجع تاني هنا، ندخل على الانتل جي، وان الانتل جي عباره عن اي دي من احد سبورت بلاتفورم او الاي ديز اللي ممكن تستخدم معاها الجيت هاب كوبايلوت. بعمل ساين ان لان انا انشات حساب خلاص، بيقول لي خد الكود ده كوبي وادخل على الجيت هاب نفسه عشان تتراست الجهاز بتاعك، تاكد ان الجهاز ده هو فعلا جهازك وان انت تراستد. اقول له فعلا ده جهازي، يقول لي دخل الباسورد المؤقت ده، وبقول له اوكي. فكده خلاص بيقول لي خلاص انت الجهاز ده كده هيأثرايز يوصل السورس بتاعك وبياناتك. هل انت متاكد؟ خلي بالك، بيقول لك انتبه، لان ايه؟ لان كده معناها ان اللابتوب اللي هتدخل منه هيقدر يوصل للسورس بتاعك وبياناتك. فاقول له ماشي انا موافق. برجع مره ثانيه هلاقي ان انا بدا خلاص بياكسس كده جهازي بيوصل للجيت هاب. تمام كده انا قاعد اوصل جيت هاب عشان اوصل للسورس، وبدا يقول لي ويلكم، ازيك يا ابس ستاف، اخبارك عامل ايه، وبيسالني لو انا عاوز اقول له اي سؤال. نفس الشات جي بي تي عادي، ابدا اسال سؤال are you today، خلاص نفس الايه، نفس الجي بي تي، ولكن ده قلنا مخصص ل السوفت وير بروجرامنج اندستري بشكل عام. بدا يسالني بيقول لي هنا جاي عشان اساعدك، محتاج ايه مني وايه اللي ممكن اساعدك بيه النهارده. باجي دي بس عباره عن دوكيومنتيشن للجيت هاب كوبايلوت، محتاج اي ريفرنس معاه. طيب انا مش محتاج ده كله، انا كده خلاص وصلت للجيت هاب كوبايلوت. ممكن اساله اسئله عاديه جدا، هاو تو فاليديت اليوزر، ذا يوزر مثلا ايميل مثلا انبوت مثلا، لو انا عايز اقول له مدخلات شكل اليوزر انبوت عامل ازاي، واساله البرومبت بتاعي ده مهم جدا انه يبقى فاهم انت كاتب ايه. فاقول له كده، هو ده سؤال عام، انا ما قلتلوش اي تفاصيل، ما قلتلوش اعمله بالجافا ولا اعمله لي بال ما اعرفش ايه. فهو هيبص على الكونتكست بتاعي، على المشروع بتاعي هو معمول بيه اصلا. لو انا عامل بايثون هيبدا يجيب لي كود بايثون لوحديه، هيفهم الكود. لو ده جافا هيجيب لي الكود الجافا. فبدا يديني بس اكسبريشن، هو عارف ان انا شغال جافا، فبدا ايه كتب لي الكود وبدا يعمل لي اكسبريشن اهو. كتب الكود لوحده بدل ما اروح اسيرش عليه، ده هو خلاص انا الكود بتاعي موجود اهو.
كل اللي انا بعمله ان انا بفتح البروجكت وباجي مثلا في البروجكت بتاعي في السورس، وتعالى مثلا داخل السورس هنا واقول له اعمل لي كلاس جديد واسميه مثلا يوتل مثلا، اليوتل بتاعتي دي، وابدا هنا مثلا عاوز احط الجزء ده جست ان انا بقف هنا واقول له انسخولي، فنزل هنا خلاص. هنلاقي ان الكلاس نزل كده كامل ووفر عليا كتير، طبعا وفر علينا السيرش، وفر عليا ان انا افهم الكود. هو كل الفكره بس انا فهمت انا عاوز ايه، زي ما اتكلمنا قلنا كل اللي محتاجينه ان احنا نبقى عارفين البيزنس لوجيك وعارفين المشكله فين، وبعدين كتابه الكود قلنا بقى الموضوع اسهل بكتير جدا. كل اللي انا اعمله بس اتاكد اراجع الكود كده كراجل مبرمج بقى وفاهم ان عامل هنا ديفاين للباترن بتاعي شكله عامل ازاي، وبدأ يحط فاليديشن هل هو الايميل ده بارد ولا لا، وخدت المثال اهو اكزامبل واقول له جرب الايميل ده واطبع اذا كان خطأ او صح، بيرجع لي ترو فولس هل ماتشر ولا غير ماتشر، انا بسأله وهو بيساعدني. طيب انا راجل اول مره اشوف الحته دي، انا راجل لسه بيجنر واول مره افهم دي، يعني مش عارف يعني ايه ماتشر ده اصلا، ما اعرفش مش فاهم يعني ايه ماتشر هو عمل ايه، انا راجل لسه بيجنر يعني، او لسه اول مره اشوف الكلاس ده، اول مره اشوف الطريقه دي، انا مش فاهم عمل ايه، ليه كوبايلوت عملت الكلام ده كله. فكل اللي بعمله براك كليك كده عليه اهو، وباجي هو طبعا بيديني شكل الكلام ده كله، رايت كليك وانزل على الجيت هاب كوبايلوت واقول له في، طبعا اقول له اعمل لي دوكيومنتيشن للكلام ده او اعمل لي شرح للي انت عملته، لو في خطا اقول له صلحه لي، اشرح ده اكسبلين ذس اشرحها لي. بدا يجي هنا ويقول لي طيب حاضر، الكوبايلوت اللي بيرد عليا بدا يقول لي ايه هو الماتشر ماشي، والاول حاجه بيتاكد الماتشر ده هو بيتاكد ان الايميل ده نات نال مش فاضي، وانه فعلا اليوزر دخل حاجه يعني، وبعدين بيرجع ترو فولس لو كان طبعا بيرجع فولس لو فيها نال كده خطا، اذروايز الجانب التاني بيبدا يروح يتاكد من السترنج ده بيماتش التمبلت او الباترن اللي انت عملتها له، هل هو اليوزر ده ماتش يعني ماتش يعني مطابق للباترن، او ده هل اليوزر دخله هو مطابق للباترن اللي انت عامله اللي هو الايميل باترن ده، اذا نعم بيقول لك بيرجع ترو، اذا كده بيرجع فولس، وبيديك مثال وبيبدا يشرحها لك ازاي نتست الكلام ده كله. فكمان فهمني الكود، بيبدا يشرح لي الكود يعني كمان راجل مبرمج وشاطر، وكمان كمان انا بحتاج ان هو يفصل لي وعملي. طيب يبقى كده كمان انا عن طريق الجيت هاب كوبايلوت قدرت اعمل كلاس زي كده، وبدات ايه بدات ان انا اخليه يكتب لي كود وكمان يشرحه لي لو عمل حاجه خطا، لو انا عاوز يعني في خطا مش عاجبني في البيزنس او كده اعمل له تسهيل او اعمل له كمان اعمل له فيكسنج او تصليح. طيب وكده خلاص خلصت لي الكلاس بتاعي زي ما كنا اليوتيوب بتاعتنا زي كده. تعال نشوف مستوى الذكاء بتاعه عامل ازاي كمان لو عملنا انتر كده. بيقول لي خلي بالك، انا نسيت اقول لك حاجه مهمه، ان كمان في طريقه تانية تعمل فاليديت في كود تاني، او طريقه تانية تقدر تعمل فاليديت للايميل بدل ما استخدم الباترن، انا ممكن استخدم حاجه اسمها انترنت ادرس. انترنت ادرس ده ممكن يسهل لك الموضوع، ايه رايك تحب نشتغل عليه؟ اقول له ماشي، اقول له تعالى استخدم مثلا يوز الانترنت ادرس ماشي تو فاليديت الايميل، جرب لي كده الطريقه الثانيه. بيقول لي طب الموضوع بسيط اهو، انا عندي طريقه ثانيه بدل ما استخدم اللي انت عامله ده كله بستخدم حاجه اسمها انترنت ادرس، وبدخله الايميل وهو بيفاليديت مش محتاج الباترن والكلام ده كله. فعمل لي الميثود دي كامله اهو في ثواني، ما شغلتش بالي افهم يعني ايه اصلا ده، كل اللي عملته قال لي في طريقه ثانيه للفاليديت الايميل سماها از فاليديت 2 وهنا از فاليديت 1، فبقى عندك طريقتين تفاليديت الايميل بتاعك، ممتاز جدا. طب تعالى نعمل اليوتيل الجديده تمام، نجرب شويه معانا ايه. طبعا بيديني بقى مثال كامل اهو، بيقول لي ممكن، طب ايه رايك في الطريقه دي؟ هو بيقول لي ممكن افاليديت الادرس بالطريقه دي، بيديني اكتر من اكزامبل وانا حر بقى ايه في ان انا افاليديت الايميل زي كده. طيب تعالى نعمل كلاس تاني ونقول له مثلا ده جينيريك
يوتيل مثلا في الجينيريك يوتيل، تعال نقول له اعمل لي جنريت، انشئ جنريت ايه سوري جنريت جينيريك جينيريك كلاس او جينيريك ميثود، ميثود عامة تو فاليديت، مش الايميل بقى، انا عاوز الايميل، عاوز التليفون، عاوز الموبايل نمبر، عاوز حاجات كتير، انا مش عايز الايميل بس، عاوز حاجة جينيريك كده. فبقول له فاليديت اليوزر انبوت، هو حتى بيكتب وفاهم انا عاوز اقول له ايه، فبقول له انتر، اقول له ماشي كده. فبدأ يقول لي خلاص ايه رأيك في كده، انا عملت لك حاجة اسمها فاليديت الانبوت، بدخل له الانبوت اي نوع بغض النظر، مش مهم ده سترينج نمبر، وببدأ اشوف اذا هو نل ولا لا، وببدأ ايه ارتين ترو فولس. ده مثلا فاليديت الترو فولس، ممكن احط الكونديشن بتاعي، ممكن اكتب له يعني محتاج ايه كمان، يعني اقدر احط اكسبريشنز اكتر من كده. طيب ممتاز. ايه تاني ممكن يساعدنا؟ ممكن تعال نشوف مثال سريع كمان، تعال نجرب نقول له نيو كلاس، هنسميه مثلا ايه، هنسميه ستودنت مثلا، الطلاب مثلا. طب الطلاب ده ايه، تعال نقول له انت ايه اللي انا عاوزه في الطلاب ده، انا عاوز ايه، تعال نقول له عرف لي، هو اوتوماتيك اول ما عملت الكومنت بيقول لي، فهو عارف عرف لي ستودنت كلاس، ماشي يعني ديفاين ستودنت انتيتي عشان اخزن فيه بيانات الطالب، ماشي انا عارف الكلام ده كله، بس انا عاوز ايه، هقول له must have او must contains، يحتوي على الايه بقى، الفيلد التالية، ايه هي الفيلد دي، اللي هي مثلا الاي دي والنيم والايج. انا ما بعملش حاجه، انا سايبه هو يفكر معايا، انا راجل قاعد بشرب القهوه وسايبه هو يكتب مكاني، انا بس بستعبطه يعني، ان انا فاهم انا مش فاهم هو بيعمل ايه. ممتاز خلاص، محتاج دول كويسين، انا مش محتاج اكتر من كده، مش محتاج حاجه تاني. طيب ايه تاني، واقول له مثلا حاول تفاليديت فاليديت الايميل، ماشي. وهو عايز، بص بيقول لي، بيقول له بص هنا، بص الذكاء بيقول له انت عايز تفاليديت الايميل بالليت كلاس اللي انت عملته هناك، فاكر؟ اقول له اه صح، انت ذكي ما شاء الله عليك، انت شاطر جدا، شاطر، انت فاهم انا بعمل ايه، انا مش فاهم بعمل ايه. وراح ولا عايز تفاليديت واخلي لك تفاليديت نمبر بالجينيريك كلاس اللي انت عملتها هنا، شوف هو عمل ايه. فاول حاجه بيقول لي خلي بالك، انا انت عايز تفاليديت الايميل، هستخدم اليوت اللي انت عملتها هنا، وعشان فاليديت الموبايل نمبر والفون نمبر هستخدم الكلاس عملتها هنا. هو قاعد شغال ماسك كلاساتي وقاعد بيسكان كودي وقاعد فاهم هو بيعمل ايه، انا مش محتاج، هو فاهم ان انا عملت الكلاسين دول، واحد عشان افاليديت الايميل، واحد عشان افاليديت الموبايل نمبر، او فاليديت حاجات جينيريك بقى موبايل وايميل الكلام ده كله. هقول له خلاص شكرا شكرا، مش محتاج حاجه ثانيه، شكرا خلاص، انت ذكي شاطر. فاعمل له انتر كده واسيبه، مش محتاج حاجه تانية، خلاص خلاص. هقول له بقى كريت الايه، هقول له كريت الموديل ده هنا، يلا ابدا انشئه، سيبه كده واعمل له انتر. والراجل بسم الله ما شاء الله، تاب واحده بس كده عمل كل حاجه. تعال نشوف عمل ايه، هو عمل الكلاس اهو بتاعي الستودنت، وعرف لي الفيلدز اللي انا كنت عاوزها فوق، وعمل لي الانبوتس والكونستراكتور بتاعي، وبدأ يحط الكلاسات بتاعتي كده، السيتر والجيتر، وبدأ ايه الادريس ومعرفش ايه، والدنيا بقت جميلة جدا. طب ممتاز، انا ممكن اعمل حاجة تانية، اقطع ناخد مثال سريع كمان كده، نقول له نيو كلاس، واقول له اعمل لي مثلا التيتشر كلاس. في التيتشر كلاس انا هقول له بس كده يا كوبايلوت اعمل لي ديفاين، ديفاين لايه؟ للتيتشر كلاس، اعمل لي ديفاين للتيتشر كلاس بس، انا بس محتاج، ممكن احسب ده كله مش محتاجه، بس كده واقول له ديفاين واسيبه ثانيه بس. هو الكوبايلوت تلاقيه شغال تحت اهو، الراجل ايه قاعد بينحت تحت مع نفسه. عمل ايه بقى؟ انا كل اللي قلت له اعرف لي كلاس للتيتشر، ولا قلت له اي حاجه.
فبيقول لي ايه رايك، انا ايه رايك بالشكل ده، عملت لك حاجه اسمها تيتشر وفيها اسمه ونوعه وايميله وبياناته والكونستراكتور بتاع، ايه رايك في الكلام ده كله، عاجبك ولا لا؟ ف انا ممكن طبعا سوري هو شغال مع نفسه، شايفين الكوبايلوت قاعد شغال من تحت اهو، خلاص جاب لي الدنيا دي. فبيقول لي ايه رايك في الكلام ده، مجرد ما عملت تاب خلاص كده، خلاص كتب كلاس كله، ممكن اعدل، ممكن اضيف حاجات، ممكن ازود ميثود مثلا، اجي هنا اقول له مثلا ايه ديفاين مثلا تو سترينج، بس عرف لي تو سترينج هنا انا محتاج اضيفها ولا محتاجها، تمام، محتاج اعرف لي تو سترينج ميثود. وراح اعرفها لي اهو، عامل لي تو سترينج لوحده بدون ما اكتب حاجه. عرف لي الايكوال ميثود مثلا، لا انا مش عايز ايكوال ميثود، انا عاوز مثلا ايه جنريت، طب ماشي جنريت مثلا انشئ ميثود تو اد او كونكات مثلا، كونكات الستودنت او تيتشر نيم، مع السيتي مع المدينة، يلا هو عارف بيفكر انا بعمل ايه. فراح كاتب لي اهو ان هو الاسم الاستاذ عايش في مدينة كذا، انا ما قلتلوش الكلام ده كله، بس هو عشان ذكي ما شاء الله عليه، اهله صارفين عليه كويس، فطلع ايه ذكي، تمام. فراح رسم لنا الكود. طيب انا عندي مشكلة في اللغة العربية وعاوز اكتب العربي، انا مش عايز اكتب الانجليزي. انا هو انت بتقول قاعدين بتقول عليه ذكي ذكي ويفهم ويقدر يفهم اللغة البشرية، طب فهمني يعني، انا عايز اتكلم عربي. طب تعال نرجع اليوتيل مثلا، ناخد اليوتيل بتاعتنا دي، ناخد كلاس اليوتيل ده نحطه بس هنا تاني ونقول فاكتور هنا، واقول له طب تعال انا مش هكتب. انا عاوز اعمل لي باللغة العربية تحقق من مش البريد الالكتروني، انا عايز اتحقق بقى ايه، تحقق من رقم الهاتف المدخل، المدخل كده حتى العربي بكتب فيه مشكلة. طيب ابص كده راح عمل لي نفس الكلام اهو، راح عمل لي ماتشر رقم موبايل نمبر وعمل لي الكلام ده كله اهو، تحقق من رقم الهاتف. فكمان حتى في الـ بالعربي كمان فهم، واقدر اكتب بيه بالعربي كويس جدا زي الانجليزي. طيب تعال نشوف حاجه زي لو انا كسول وعندي مشكله في كتابه الدوكيومنتيشن، ازاي اخلي الكوبايلوت يساعدني، باعتبر هو الكوبايلوت او مساعد المبرمج او الكو بروجرامر يعني، فازاي اخليه يساعدني. فتعال مثلا نيجي هنا على الكلاس مثلا، ممكن اعمل دوكيومنتيشن على مستوى الكلاس على مستوى الميثود، تعال على مستوى الكلاس واقول له اعمل لي دوكيومنتيشن دوك لي اليوتيل بتاع الكلاس ده، تمام، وريني هو اشرحه لي يعني. فببدا اعمل انتر كده، بيقول لي الكلاس ده بيحتوي على يوتيليتي ميثودز عشان زي ما الايميل وفاليد موبايل اور فون نمبر، فيها از فاليديت وفيها از فاليديت ايميل وفيها كمان ايه، ويديني اكزامبلز عنها، بيديني دوكيومنتيشن كامله يعني. طيب ممكن اعمل كده، وممكن اجي كمان امسح الكلام ده كله، وممكن اجي على مستوى الشات نفسه واجي هنا اقول له اعمل لي يا كوبايلوت اعمل لي دوكيومنتيشن للكلاس اللي انا واقف عليه ده، فبيبدا يعمل لي دوكيومنتيشن كامله زي كده. كل اللي بعمله باجي بس بحط الكومنتس بتاعتي هنا، ففعلا لو بصيت لقيته عمل ايه، عمل دوكيومنتيشن حتى على مستوى الميثود نفسها وعلى مستوى الكلاس. طيب تعالى كمان لو جينا على مثال تاني، لو انا مثلا محتاج اعرف عندي كومبلكس ميثود وزي السند ايميل، زي مثلا اوبن داتابيس كونكشن، زي مثلا ابلود فايل تو الاف تي بي سيرفر، الميثود دي بتبقى كومبلكس ميثود ومحتاجه مجموعه من الستبس، فانا عاوز افهم الستبس دي واخليه كمان يساعدني فيها. لو قلت له كده مثلا، قلت له يا كوبايلوت ساعدني بعد اذنك فهمني ايه هي، وات از ذا ستيبس، ايه هي الستيبس تو سند ايميل اور ان ايميل، ماشي، يوزنج الايه الجافا يوتيل اي بي اي، تمام.
طيب باجي واقف كده اقول له ادله انتر كده، فيقول لي اول حاجه بضيف الجافا ميل ديبندنسي، وبعدين بكريت نيو جافا كلاس، وبعدين بكونفيجر الايميل بروبرتي، وبعدين بحط السيشن، بكريت المايم مسج، وبسند الايميل، وبعدين بهندل الاكسبشن. ممتاز جدا. وهنا بيديني اكزامبل يعني اهو، بيقول لي طب انت عايز تجرب اتفضل. فانا ممكن اجي هنا اقول له كمان سؤال مهم، هو كده اداني الستبس. طبعا ممكن ستبس زي كده، ممكن اجي عند الداتابيز نفسها واقول له وات از ذا ستبس فور اوركيد داتابيز كونكشن، افتحها ازاي. نفس الكلام، هيقول لي ابلود الجي دي بي سي، كريت السيشن، حط اليو ار ال بتاع الداتابيز، اليوزر نيم باسورد، حط الكريت ستيتمنت، اكسكيوت ستيتمنت، وكمان بدا يقول لي هاندل اكسبشن، فبيديني الخطوات. فانا كمبرمج ما يهمنيش الكود، يهمني البيزنس لوجيك والستبس المطلوبه عشان مثلا افتح داتابيز كونكشن واكسكت كويري وانفذ الكويري والكلام ده. تعال نيجي هنا الايميل. طيب هقول له طيب ماشي، تعال نقول له امبلمنت ده ايميل اسم الكلاس ايميل يوتيل ده كلاس with the following methods. بس ايه هي الميثود المطلوب يعني؟ هيقول لي في واحده اسمها سند ايميل، وفي واحده اسمها فاليديت ايميل، وهعمل لك واحده المين تيست بيها، وبدا ينفذ الكود بتاعي. طب تعال نقول له اهو بدا يعمل امبلمنتيشن كامل اهو، و حاطط لي الكلاس اهو، بدا يكتب لي. طبعا كل ما تعمل انتر هو هيكمل معاك. لو انا عايز اعمل امبلمنت للايميل نفسه سند الايميل، باجي هنا مثلا امبلمنت او جنريت مثلا ميثود او سند ايميل ميثود يوزنج الجافا ايميل اي بي اي، هيبدأ يكتب لي الخطوط بتاعت الميثود نفسها. تمام، وراح كتب لي الميثود اهو كامله، وكتب لي الميثود وازاي اكريت السيشن واسند الايميل. ولو انا عملت كده هيبدأ يكمل معايا برضو. انا بس بيلود معايا يعني ما تستعجلش عليه، لو الانترنت عندك بطيء ما تستعجلش، هو شغال وعارف هو بيعمل ايه. طبعا كل ما كان الديسكريبشن او البرومبت مظبوط هو بيساعدك في كتابة الكود بشكل سريع. طبعا في حاجات كتير لسه هنتكلم عنها ان شاء الله، بس انا يعني انا بحاول اديكم الحاجات المهمة لما نبدأ ناخد الديمو، وازاي نبدأ نعمل مشروع من A to Z باستخدام الكوبايلوت. هنشوف ان هو بسرعة ازاي يوفر علينا وقت وجهد، ومش محتاجين نعيد الكلام ده كله، احنا هنبدأ نستخدم على طول الكوبايلوت في المشروع. هناخد حاجات ازاي كانت البروجكت بشكل عام، والدوكيومنتيشن، وازاي نحط ديبندنسي. يعني هناخد مثال بس سريع جدا عشان يوضح السيشنز اللي عدت كلها الخاصه بالانتل جي مع الكوبايلوت او الجافا مع الكوبايلوت. ان شاء الله تكونوا استفدتوا في المحاضره بتاع النهارده، واللي ما شافش المحاضره اللي فاتت يا ريت يتابعها. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله.